أنا رح جيب الدلال يتمم البيت أخي. أنو بيت عصام؟ أنو بيت يعني بيت أهلك. خلاص نويت تبيعون البيت؟ خلصت أخي خلصت، لازم كل واحد يأخذ حقه من ورثة أبوك وخلصت. ليش نخلي البيت وقف؟ بعدين إخواتك لازم يأخذوا حقهم، ما بصير نتركهم بعازي. مثل مين اللي بيعازلك عصام؟ بوران بدها تساعد جوزة، وأختك دلال محجوز على نص بيت جوزة، وجميلة ما أنا مرتاحة مع حماتها، وأنا أخي وأنا مشنطط بين نسواني التنتين. وأنا لك أخي؟ أنت تصفل أخي تصفل، ما بدك تأخذ حقك، سكون مع أمك ببيت الصغير. أما أنا اتركوني شوف حياتي، خلاص بدي أعيش على مرائي يا معتز، وما حدا يقول لي عيب وما عيب. خلاص عصام خلاص، اللي بدك إياه رح يصير، والدكانة رح أعرضها للبيع ونتقاسم حقها نحن الكل. كمان الدكانة بدك إياها تنباع لك عصام؟ ليش الدكانة مو من الورثة أخي؟ ولا كمان نتركها واقف ليوم القيامة؟ بلا، الدكانة من الورثة، من الورثة. لا تزعل أخي لا تزعل، أولتها وآخرتها الدكانة والبيت بدهم ينباعوا، كل واحد ياخذ حقه ويرتاح بقى. بعدين أنا سألت الشيخ عبد العليم وقال لي ما فيها شيء، وبالعكس قال لي كل ما بتسعجوا بتقسيم الورثة كل ما بيكون أحسن. أحسن؟ معلوم أخي أحسن معلوم.